الو الو ايوه ازيك يا سامر؟ عامله ايه؟ تمام. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. بتكلميني منين؟ من العباسيه. من العباسيه؟ لا يعني بتكلميني في البيت مع اصحابك يعني؟ لا في البيت. في البيت. طيب احكي لي بقى، انت شكلك لسه بتدرسي؟ لا متخرجه. لسه متخرجه نقدر نقول؟ طب ايه اتخرجتي وقعدتي مفيش حاجه عملتيها؟ لا والله كنت باخد كورسات وكده ولسه مخلصه، ويعني مستني الستيب اللي جاي. وايه الستيب اللي جاي؟ الخطوه اللي جايه؟ مش عارفه والله لسه مش محدده، يعني لان انت عارف احنا في مصر. بس ايه العلاقه؟ لو احنا في مصر ما اكيد انت اعملي مصر خاصه بيكي. مش هعرف والله يا سامر في الظروف اللي احنا عايشين فيها دي. ماشي، كلامك مش عاجبني. ها؟ ولا عاجبني والله. انا سامع بقى، ما بحبش اللي يقعد يعتب على الظروف واللي بيحصل بقى ايا كان. يعني كان جاي لي سفر يوم 10/9 واهلي وقفوا لي فيه بعد ما جهزت ورقي وكل حاجه. وقفوا لك في ليه؟ ان انا بنت ازاي تسافري؟ يعني بنت ازاي تسافري؟ ايه المشكله ما كله بيسافر؟ ما هو ده اللي انا بقوله يعني، بس مش عارفه هتقيمي بره ولا هتسافري من منطلق ايه؟ لا هم، انا كنت باخد كورس فجات لي منحه تبعه هدرس 9 شهور بره. اوكي. فهم عارفين ده من الاول ان في منحه في الاخر وفي سفر وكده، بس لا جم ساعه السفر لا خلاص مفيش. اوكي. عارفه كانت تتحل بايه؟ لما يكون في حاله من حاله الثقه القويه، وان هم شايفين ان شخصيه مسؤوله وشايفين ان انت شخصيه يعني ما يتخافش عليها كانوا سابوكي، وده بيحتاج منك مجهود معاهم يعني. لا هم عارفين والله اني مسؤوله جدا واني شخصيه قويه. بس لا برضه نخاف عليكي. ماشي. خافوا عليا ايه يا جماعه؟ انا بروح في كل حته. لا بتروحي في كل حته وبتسافري بس جوه مصر. ممكن نروح لك لو فيكي حاجه او كده. مش مشكله، خلاص حصل خير. عملتي بقى خطوه تانية ولا قاعده بقى من ساعه ما وقفوا في مستقبلي وقعدتي بقى؟ لا قعدت. ما انا حاسك كده، ما انت مش عاجباني برضو. انا بقول لك انا ثابت على رايي، ما بحبش كده. بصي هقول لك حاجه، اول ما بتتخرجي بتاخدي قلم على وشك وفاكره ان سوق العمل مفتوح، بتلاقي ان فرص العمل بتاخدي وقت لغايه ما تلاقي فرصه كويسه. وبعد ما بتشتغلي، ودايما في الاول بنشتغل شغلانه احنا مش حابينها، بناخد قلم تاني على وشنا ان احنا بنبذل مجهود رهيب عشان نثبت نفسنا. وبعد ما تشتغلي الشغلانه اللي انت بتحبيها هتاخدي القلم الكبير بقى ان تلاقي انها مش ممتعه قوي زي ما انت فاكره. لغايه طب وهنفضل ناخد قلم لامتى يعني؟ ما هو احنا القلم ما بتوقفش يعني، هو ده سيستم حياه. بس في فرق ان القلم ده لما بيجي بيحفزك انك تعملي حاجه مختلفه، وفي قلم بتاخديه على وشك تقومي قاعده في البيت زي ما انت عامله كده وبتكلميني من العباسيه. هو انا مش قاعده في البيت، انا خدت القلم الاولاني ان انا شغاله شغل انا مش حباه خالص. أوكي. خالص. طيب برضه بس مستمره يعني في لغايه بالظبط يعني. لغايه ما تلاقي حاجه بتحبيه. مش تقعدي بقى تاخدي القلم على وشك وتكلميني من العباسيه الساعه 10:30 بالليل وتقولي ده هو ده حياتي. لا طوري، قولي لي المهم، مين الصاحبه اللي انت مش قادره على عيبها؟ والله يا تامر، هي بص صاحبه المفروض ان هي صاحبه عمري، يعني هي صاحبتي وجارتي وقريبتي من بعيد كده. لا اله الا الله، ده انتوا خلاص، ده انتوا متداخلين جدا. اللي هو ان انا مش اعرف اتنفس. فهي يعني ممكن في عيوب ان انت تعديها، ان تكذبي مثلا ماشي هعديها لك، لكن ان انت تعملي لي ممكن تعملي حوار وتعملي لي مشكله كبيره جدا، لا انا استحملك ليه؟ يعني انت مسببي لي مشكله. هي مش عملت مشكله، هي عملت مشاكل. بتعمل حوارات والله العظيم بطريقه رهيبه. ايه الدماغ دي؟ بتجيب افكار منين؟ لو عرفت عني حاجه مثلا ممكن تروح تقول لمامتها وتروح تقول لجارتنا دي وجارتنا دي، اللي هو طب ليه؟ ده انا عارفه عنك حاجات يعني وبداري وبدافع يعني هي بتعمل لك فضيحه يعني. بالظبط، يعني ممكن حاجات هبله جدا يعني. انا مش شايفه ان فيها مشكله بالنسبه لي، ممكن لا هي تعمل. والمشكله ان هي ما بتنقلش الكلام او بتنقل الصوره زي ما موجوده، بتجود. لا هي بتزود وايه وبتجود. طب ايه ازاي دي؟ طب ازاي دي تبقى صاحبه؟ اصل الف ب صحوبيه يعني ثقه، يعني كده انت مش بتحكي حاجه قدامها. انا دلوقتي خالص خالص اللي هو انا فعلا كده. ما دي ايه دي؟ بس المفروض لا، هي المفروض ان هي يعني انا عارفاها من ساعه يمكن ما اتولدت، انا شايفاها قدامي. ملهاش دعوه، خلي بالك الصحاب مش بال 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 بالوقت، الصحاب بالمواقف. انا عارفه. طيب بس يعني
تحس ان هي حد مفروض عليك بزياده. يعني انا لسه كنت مخصمه من فتره ومامتها جات لماما واللي هو لا صالحي وما اعرفش ايه. طب هي عملت حاجه ما ينفعش تتغفر، ما ينفعش اعديها. اللي كانت ايه؟ قولي لي وانا اقول لك، تغفري ولا ما تغفريش؟ لا اكيد مش هغفر. اللي طب هو قولي لي إيه؟ بس احكي لي. والله مشكله كده يعني، وهي كبرتها بطريقه وكانت عايزه تسبب مشكله مش عايزه تحكي للمذيع. لا لا خالص والله، تملى انت مني وعليا يعني. طب احكي لا يعني ايه التفصيله يعني، حكت حاجه خاصه بيكي؟ لا هي دي عملتها وانا خلاص عدتها وسامحتها وفل يعني. بس احنا لينا صاحبه ثالثه هي مخطوبه لحد من الشارع، هي عشان اللي انا بكلمك عليها اللي بتوقع الدنيا دي لسه ما اتخطبتش. فازاي لينا صاحبه ثالثه ومخطوبه؟ فخطيبها ده يعني عملت له مشكله كبيره وراحت قالت لاهلها ان الشخص ده بيشتم عليهم، وده ما حصلش اصلا. وحصلت مشكله كبيره. انا يعني اتخانقت معايا انا كمان عشان بقول لها ما ينفعش تعملي كده. يعني حاجه صعبه جدا، مش عارفه اقول ايه. ده شيء غريب. طيب هقول لك على حاجه بس، في مبدئيا الصاحب بيكون ايه؟ الصاحب مبدئيا انت بيكون ده صديق، ان انت عارف انه بيحبك وعايز لك الخير. تاني حاجة انك تثقي فيه. لو دول حاجتين ما ينفعش ما يكونوش موجودين في الصاحب. لو هما مش موجودين في الصاحب ده ما بقاش صاحب. فعلا. ده يبقى حد في حياتنا يعني، حد بنشوفه بس مش صاحب. الصاحب ده ممكن بقى يبقى عصبي، ممكن يبقى قليل الادب، ممكن يكون حاجات كتيرة، بس الصاحب بنثق فيه وعارفين ان هو بيحب لنا الخير. انتهى الكلام. انا بشكرك. انا اللي بشكرك والله. ربنا يخليك ليا. تسلمي لي. اهم حاجه دوري على شغلانه برضو بتحبيها. ماشي اكيد والله، ادعي لي يا تامر. ربنا يكرمك يا رب. انت نفسك تشتغلي ايه؟ انا اصلا مرشده سياحيه وكنت باخد الكورس ده، كورس هندي. هندي خلصته. ايه ده بتتكلمي هندي؟ شفت بجد؟ والله لسه مخلصه الكورس. كان هدفي بقى ان اسافر واكمل الدراسه هناك عشان ارجع اشتغل في الارشاد، اشتغل في الترجمه. انت الهند هم رفضوا؟ اديني اهلك على التليفون. يا ريت والله. نعم الحمد لله. انا نفسي اسافر الهند، نفسي. لا لا طب ما تيجي نعملها انا وانت. يلا اقفلي هكلمك. خلاص. يلا نورتي. باي باي.